صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صعد الصوت. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الأسلوب النفسي بالتعامل القرآن الكريم يراعيه، يعني بعض الآيات يصطلحون عليها المفسرين المحدثين بأنها آيات أكو بيها جوانب نفسية، يعني بتعبير آخر تأخذ بعين الاعتبار نفسية من تتعامل معهم. من بعد هالمقدمة خلي أوضح لك شنو الآية شلون ترتبط بالجانب النفسي. كأنه مجتمع مكة مجتمع تجاري، مجتمع يقوم على الأموال وعلى التجارة، عند رحلة الشتاء وعند رحلة الصيف، وتوجد به طبقة تقريبا تمول الجزيرة العربية، يعني طبقة هي طبقة مثرية من ناحية. من ناحية ثانية يرون أنفسهم أنهم أهل بيت الله وأن عندهم ميزات حضارية. زين، شافوا المسلمين اللي إجوا في بدء الدعوة منه معظمهم فقراء، يعني اللي التحقوا بالدعوة الإسلامية من الطبقة اللي نعبر عنها بلغتنا مشحوقة، يعني تأمل خباب ابن الإرد، عمار ابن ياسر، صهيب الرومي، بلال الحبشي، نمط يعني ضعيف، نمط ضعيف. هذا النمط من إجى الإسلام رفعه ونهض به وصار إلى كيان، وخصوصا لما انتقل إلى المدينة وأسس المجتمع المدني. طبعا قاموا المشركين يلاحظون أن ذولا أصبحوا شيء مذكور بعد أن لم يكونوا شيئا، فمثل الصعب عليهم تعامل، يعني بتعبير آخر أن أدول أمس كانوا شنو واليوم صاروا شنو، وشلون إحنا مثلا نتعامل معهم. فقاموا يسمعون المسلمين كلمات نابية، إذا مر واحد من المسلمين يسمعوه كلمة نابية، إذا مر النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يسمعوه كلمة نابية، خصوصا مجتمع المدينة، يعني هاي الطبقة المنافقة اللي كانت هناك. يعني كان يمر النبي صلى الله عليه وآله يسمع كلمة آذيتنا بنتن حمارك، يسمع الكلمة، يسمع الكلمة النابية بالنسبة للمسلمين، لو طردت عنا هؤلاء الأعبد وأرواح جبابهم، يعني دول لو تطردهم عنا وريحتهم، هاي الريحة مال ملابسهم ريحة تعتبر ريحة مو مريحة.
نعم، فقاموا يسمعون هالكلمات. الله عز وجل أمر نبيه بأن يبلغ المسلمين بأن يأخذون بعين الاعتبار الجانب النفسي لهؤلاء، لا يعاملوهم بالمثل، خلي شوية يرتفعون عن مستوى المقابلة، لا تقابلوهم، يعني سمعوها للكلمة وسكتوا، لا ترتبون أثر عليها، اسمعوها للكلمة ولا تقابلون الكلمة بالمثل. بدأت هالكلمات هذه اللي يسمعوها المسلمين يغضون عنها، ما يلتفتون إلها، ما يتنبهون إلها. زين، الآية نزلت في هذا الجو المحموم، نبالي الجو المحموم بالكلام بالتراشق، نزلت الآية الكريمة بهذا المعنى. هسه خلي نشوف مضامين الآية شنو هي، بعد أن عرفنا أن سبب النزول شنو هو نرجع إلى مضامين الآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو شنو هو؟ اللغو كل ما يكره من القول ويتفاحش من الكلام، يعني اللفظة النابية، اللفظة اللي مثل ما نقول توجع القلب، أحيانا واحد يذب له لفظة تؤذي الآخر، توجعه، تؤلمه. الله عز وجل عبر عن هاللون من الكلام بأن لغو. لغو ليش؟ أنا عندنا معنى من معاني اللغو ما لا معنى له، شيء اللي ما إلى معنى نعبر عنه أيضا لغو. ليش القرآن الكريم يعبر عن هذا بأنه لا معنى له؟ لا معنى لأن المفروض الكلام إلى مردود، الكلام إلى مردود، الإنسان إنما يتكلم هذا الكلام يترتب عليه أثر، إلى مردود. زين، إذا صار ما إلى مردود صار لغو، والشتم ما إلى مردود، الشتم ما إلى مردود أبدا، بل بالعكس إلى مردود عكسي. ويتنبه لي شرد أقول أكو ترى الإنسان عنده طاقة مخزونة من الألم، إذا فرغها بالشتايم راحت الطاقة من عنده، والشتايم ما وراها نتيجة أبدا، كل نتيجة ما وراها، لكن إذا ظلت مخزونة لا، يمكن يوم من الأيام يمكن توظيفها، تتوظف الطاقة لهدف كبير. فالشتم لا يؤدي إلى نتيجة من ناحية، ومن ناحية يخلي المجتمع مجتمع شباب، ومن ناحية يكون أحيانا تعدي، لأنه شتم بلا موجب يكون تعدي، شتم بلا موجب، لأن عرض المسلم وكرامة المسلم وكرامة المؤمن كبيرة جدا، بحيث أن الدنيا لا تساوي الإنسان المؤمن، الدنيا نفس كلها لا تساوي الإنسان المؤمن، كرامة الإنسان هو يلحظها المشرع. فلذلك يقول ذولا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ما يرتبون عليه أثر ويعرضون عنه، لأن اللغو لا جدوى من ورائه. اللغو لا، والإنسان المحترم يرتفع بلسانه عن اللغو. أنا أذكر يوم من الأيام مر الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس قبيلته 100,000، إذا قالهم تقدموا يتقدمون لأي عمل كان ولو كان الموت، وما يسألوا ليش، منو، سبب شنو، ما حد يسأله. الرجل كان بهالدرجة مطاع، هذا مر أمسك واحد أخذ شتمه ويسمعه ألفاظ نابية، ما ملتفت للأحنف أبدا، ما كلم بشيء، إلى أن فرغ قال أنت حجر ليش ما تتحرك، أنا إياك أعني جاي أشتمك، قال له وعنك أعرض، إذا أنت إياي تعني أنا عنك أعرض، أنا ما أقابلك أبدا. وخصوصا إذا كان، نبه لي، خصوصا إذا كان التوازن مفقود بين الشاتم والمشتوم. شايف؟ يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى،
افرض مروان ابن الحكم يصعد على المنبر يشتم الامام علي بن ابي طالب، وش وقت وين؟ بحضور الامام الحسن سلام الله عليه، الحسن كان قاعد بالمدينه وصعد هذا الرجل قام يشتم، ما جاوب الامام الحسن بشيء ابدا، او حتى الامام امير المؤمنين لو قابل وشتمه قدامه ما يرد عليه، لان ارجوك من هو حتى يرد عليه؟ وهي المشكله، يعني اذا علي بن طالب يحط روحه طرف ويا هذا، وهي المشكله، يعني واكو بعض الناس مو ايش يقول الشاعر، يقول بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه ويشتم منك في عرض مصون. هذا يقول هذا بلاء، هو ما يساوي شيء، ما له قيمة، ويقعد يشتم واحد له قيمة، شيء قابل بالمثل، ما شو أنا شيء إذا قابل بالمثل يعني صار بمستوى. أرجوك من هو مروان حتى نحط عليه ابن أبي طالب طرف وياه؟ أما الممكن يعني إذا حيوان الآن وحش يعتدي، بطبيعة الحال إذا اعتدى ما يقابل بالمثل. القرآن الكريم يريد الارتفاع بمستوى الفرد المسلم إلى مستوى أخلاقي محترم، يقول أن لا يرتب أثر على سماع اللغو، ذولا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لأن المفروض مقابلة اللغو تهبط بالإنسان عن مستواه. وفعلا أنا أكد لك الإمام علي بن طالب بكثرة ما شتموه، ماذا شدوه، بكثرة ما شتموه، نعم في واقع الأمر الإمام ما نزله من قدره. ليش؟ لأن ما جابهم، ما أجابهم وما رتب أثر على شتم، كان يمر ويسمع الشتمة ملئ أذنه ولا يرتب عليها شيء من الأثر، ما كان يرتب عليها شيء من الأثر بالمرة. يعني أرجوك تحت المنبر، تحت المنبر بالكوفة، واحد إلى جانب المنبر إذا خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لله أبوك ما أفصحك كاذبا، شقد تكذب؟ إلى جانب واحد آخر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله، استغفر الله. نتأمل، شوف هذول وين، شوف الإفراط والتفريط، هكذا كان، بس ما كان يرتب أثر على هذا اللي شتمه ولا يرد وينهى ذاك، ذاك المغالي لا ينهى، أحرقهم بالنار للمغالين. زين، أرجع للموضوع. إذن هدف الآية الكريمة، الآية تقول أن ذولا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لأن إذا صار البناء نزلوا إلى مستوى اللغو يعني نزلوا إلى مستوى لا يليق بكرامة الإنسان أبدا، فلازم يترفع الإنسان عن هذا المستوى. ومن هنا نلاحظ أن الإسلام إلى الآن يشتم، لكن تأمل قادة الإسلام ما شتموا من شتموهم. خلي أقرب لك المعنى، أنت لو تطلع الآن على الفكر الأوروبي، الفكر الأوروبي يعني فكر يعتبر المسلمين فرد شقط المتاع، أكو تعبير والله لبعضهم يقول كل الشعوب ما عدا إسرائيل كلاب، شايف؟ هذا الغرب المسيحي نفسه يعبر هذا التعبير، يعني لا تصور يطيها فرد حجم ويجي إلى الشعوب الإسلامية يعبر عنها هذا التعبير. ولا تنسى صيحات الكرادلة والبابوات اللي انتهت إلى الحروب الصليبية، والشتم المروع اللي كان يشتم به الإسلام بأن هجمة بدوية خرجت من قلب الصحراء وأحرقت الحضارة، هذا شتائمهم. ولا تنسى حتى قادة الفكر الأوروبي، يعني لما يجون إلى الدين الإسلامي والإسلام يشبعونه شتما. شنو عبارة أكو نقد فلسفة هيجل إلى ماركس، من ينقد فلسفة هيجل شي يعبر عن الإسلام، يقول صرخة الألم المكبوت
هذا الدين لشمو دين صرخة الألم المكبوت عند الفارق وهو أفيون الشعوب. زين، شنو معنى صرخة الألم المكبوت؟ يقول هذا الإنسان المسحوق اللي شحقته النظم، هذا ما يقدر ينتقم من عدها، شي يسوي؟ يخلق في داخله فرد شيء يسميه الله عز وجل، ويتصور أن هذا راح يخلصه، وبهذا يخدر روحه، فهو واقع مثل اللي يشرب أفيون. شلون يخدر يعزل روحه عن الواقع؟ طبعا هذا فد كلام هراء ما له معنى، يعني ما يشوى أن واحد يرد عليه، لأنه هذا لو تسأله تقول له العالم هذا اللي تعيش به أنت هذا منين انوجد؟ بالفضاء؟ من فراغ إجا؟ من اللي كون النظام الدقيق هذا الغاية بالدقة؟ إذا تلزم لك الآن نبتة بسيطة، نبتة بسيطة شرحها وادرسها، تعرف من ورائها قدرة لا حدود لها. أرجوك يعني غدة من الغدة، الآن خطر عبارة إلى هذا ميتش، هذا عنده تخصص بالغدد اللي موجودة في جسم الإنسان، غدة من الغدد. يقول هاي لو نريد نبدلها، لو نحاول أن نبدلها بمعمل، يريدنا معمل بقدر المدينة اللي نعيش بها إحنا، والحال هاي الغدة حجمها حجم الحمصة. أرجوك هذه شنو صارت؟ صدفة؟ اعتباط؟ إيش صارت بدون تخطيط بدون مهندس من ورائها؟ كل شيء يدل بإبداعه على وجود الله عز وجل. فهذا كلام هراء، يعني مش وأن واحد يرد عليه، لكن أبين لك الحقد كيف انصب على الإسلام، والإسلام ما أجابهم، بالعكس. حتى تقرأ القرآن وهو قمة حضارتنا، مصدر حضارتنا، القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. تتصور ايش كثر اكو؟ ها، ايش قد اكو فرق بين هذا وبين اللي يقول ان محمد قاعد متمدد مترهل يأكل من اموال الشلب والنهب؟ هذا الحقد الشتم، طبعا مو شتم نظيف يسوى ان تقابله. اكو واحد ينقدك، اكو واحد يجيب له دليل علمي، اذا جاب له دليل علمي تقدر تقابله، تقول له والله تعال يا كذا دليلك غلط. لكن لما يقعد ما عنده غير الشباب هذا كافر، وشنو يا ابا حيثية الكفر؟ شنو دليلك على ان حيثية الكفر ياكل طعام الحسين يوم العاشر؟ هذا كافر، اعتقد لو ما اكل طعام مروان شا صار مؤمن. المهم ان هذا اللون كلام ما له طعم، لا ونعرف مصدره. أنا أريد شوي أنفت النظر لشيء، يعني شيء أشوف بعض الشباب يتحمس يتأذى من بعض الشعارات، قلت لا والله يا أخي أوثق، يعني أنا أدعوكم إلى عدم التأثر أبدا وعدم ترتيب أثر، لأن هاي مصادرها نعرفها منين إحنا، اللي وراها منو نعرفها. فلن حقق غرض من يريد شق وحدة المسلمين، لن حقق غرضه أبدا. ينبغي أن نكون واعيين وأن نعرف مصادر هذا اللغو منين، منين مصادره. الإنسان اللي عليه ينبغي أن يتبع ما أنزل الله، ويجتهد قدر الإمكان ألا يتعدى حدود ما رسمته الشريعة. ما يهم يجيك واحد ينقدك أو ما ينقدك، بكيفه هو حر، ما لنا علاقة به. أرجع للآية، إذن الآية الكريمة تقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أعرضوا عنه تماما. أنا أذكر بالمناسبة إبراهيم ابن شكلة يسموه ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي أخو الرشيد عم المأمون. إبراهيم كان مغني، من الصبح يأخذ البربط ماله ويطلع يغني، والشكل يتجول معروف من المغنين، والبيئة اللي عايش بيها بيئة خمرة وبيئة جواري وبيئة مرتكبين لأمثال هاي الأعمال التافهة، هذا بيئته. لما بايعوا الإمام رضا سلام الله عليه بولاية العهد، المأمون لما بايع للإمام رضا بولاية العهد صار الانقلاب عندهم في بغداد. وشنو سر الانقلاب؟ أنه دول دون طلعون الخلافة من البيت العباسي، جابوا منه إبراهيم هذا عم المأمون باعتباره من الأسرة الحاكمة، بايعوه واعتبروه خليفة،
وطبعا وقف له دعبل، وقف له رحمة الله عليه دعبل هذا الإنسان الملتجم، دعبل ابن علي الخزاعي الشاعر الرسالي اللي وظف فكرة ووظف القافية لنصرة الحق ودحر الباطل. وقف له بأكثر من قصيدة وقصيدة، جعل مهزلة، جعله الواقع مهزلة من المهازل. المهم أن هذا إبراهيم من بعد ذلك لما دخل المأمون واستعاد السلطة، هذا كان هارب ضام روحه، قالوا له أنت تعال ذب روحك، هذا ابن أخوك مهما يكون ذب روحك عليه، ليش تظل أنت دائما هارب ومتلدد؟ قالوا نعم فعلا، إجا دخل عليه إلى المجلس ذب روحه عليه. يوم من الأيام رضى عنه، أو بتعبير آخر صفح عنه، رجل كبير، وقال خلاص غلط وخلي أنا أقبل غلطته. في يوم من الأيام طبع على المأمون، هو هذا كان حاقد على الإمام علي، حقد عجيب غريب، حاقد على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى ذرية الإمام أمير المؤمنين. فحتى لقوا الوصية مالته كاتب بيها توزع أموالي على أولاد جميع الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. هذا الرجل دخل على المأمون قال له أنا أريد أكلمك بشيء. قال له يقول، قال له أنتم مو تقولون علي بن أبي طالب سيد الفصحاء سيد البلغاء؟ قال له إيه، شنو ما الخبر؟ ما نزال إحنا نقول هذا. قال له أنا ما شفت علي بن أبي طالب هالشكل. قال له كيف؟ قال له أنا أمس شفته في عالم الرؤيا، وإجيت يما حاولت أتحاجج وياه، كلما أتحاجج وياه ما يجاوبني، يقول لي سلاما سلاما، غير هذا ما يجاوبني. قال له والله لقد أجابك بأبلغ جواب. قال له شلون؟ قال كنت ما تقرأ القرآن؟ والقرآن يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ما اعتبرك تافه، ما تسوى شيء، تعال شنو. وفعلا هو فعلا هكذا. يعني الحقيقة أن الآية الكريمة تريد تقول أن هالمستويات، يعني إحنا بتعبيرنا العامي إذا أجل الله السامعين فرد وحشي عضل واحد، فما يجي واحد يقابل يعض الوحش نفسه أو نفسه. فهكذا القرآن يقول ينبغي أن يرتفع الفرد المسلم عن هالمستويات الواطئة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هاي شنو شوية بيها ثلاث، هذا المقطع بيه ثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أنتوا لما تشتمونا وتحشون علينا بشيء، هذا الشيء اللي تشتمونا بيه أنتوا باشر أنتوا تتحملون وزرة لو إحنا نتحمل وزرة. طبعا كل نفس بما كسبت رهينة، أنتوا شنو ما مسؤولين عن أعمالنا، هذا الشيء اللي أنتوا تشتمونا بيه. أنت لما تشتمني بشيء راح أنت تتحمل هذا الشيء، أنت راح تصير لي شفيع عند الله، ما لي شفاعتك، خليك بعيد عني. أنا أتحمل عملي، لما أنا أتحمل وزر عملي وأنت تتحمل وزر عملك، ليش ما تكون عندك روح موضوعية؟ أنت هذا الشيء اللي أنا أرتكبه أنا مسؤول، أنت ما لك علاقة، خليني أنا أتحمل تبعة عملي، تبعة العمل أنا أتحملها. ولذلك إحنا أي مسؤولية على الفرد ما نحملها لغيره، مسؤولية على الفرد ما نحمل لغيره أبدا، حتى أكو مشكلة يعرضوها فقهانا خلي أقرب لك إياها. أفرض الآن واحد كافر، كافر من الكفار، هو كافر وزوجته كافر، أو عندهم طفل، طفل أبو 8 سنين ومات، أبو 7 سنين ومات، شنو مصيره هذا؟ وين يروح؟ وين يلحق؟ لا أبوه مسلم فيستحق مثلا أن تشمله الأمور اللي تترتب على الإسلام ويمكن يدخل مع أبيه، ولا مثلا هو مرتكب عمل بإرادة، بعد ما عنده إرادة، هذا عديم الإرادة، مو مصر على الكفر، يعني ممكن احتمال لو كبر هذا يصير مسلم، فالآن ما عنده إرادة حتى نعامله على أساس أنه كافر، فشنو حكمه؟ شنو حكمه؟
يعني حكمة. إذن شنو بهذا المعنى؟ إذا صار الآن ما عند منعدم الإرادة، كل المفسرين يقولون الله عز وجل، هذا أولا يحط على الأعراف ثم تشمله رحمة الله، لأنه هذا ما مرتكب عمل ما يتحمل وزر أبوه. أنا شنو أمي وأبوي؟ لا الأم ولا الأب، لا أكو تابعة من قبل الأم ولا تابعة من قبل الأب، هم المسؤولين عما عملوا، وهذا ما يتحمل شيء. وطبيعي هذا هي القاعدة العقلية والقاعدة الشرعية، أن الإنسان ما يتحمل وزر غيره أبدا. فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني بيها لون من النصف. أنت لما تجي تنقدني بعمل من الأعمال، أسألك سؤال، أنت ناقد ناصح مشفق؟ إذا ناصح ومشفق استعمل أسلوب الناصح. أسلوب الناصح مو هالشكل. خلينا نقعد نبحث نشوف احنا على هدى لو على ضلال، ياهل على هدى ياهل على ضلال. هذا أسلوب، مو يجي واحد يشتم رأسا وينعت بأقدر النعوت. أنت ما راح تتحمل وزر عملي، خلي لي عملي إلي وخلي لك عملك إلك. أنت خذ ثمار عملك وأنا أخذ ثمار عملي، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أن لنا أعمالنا يعني لنا ممارساتنا من العمل المستند إلى ديننا. يعني بدل العبارة، لنا ديننا ولكم دينكم. إحنا عندنا دين ماشيين عليه وانتوا عندكم دين ماشيين عليه، مثل ما انا الان محترمك. ولذلك احنا الله عز وجل ادبنا الا نشتم حتى الصنم. الصنم قال لا تشتموه. ليش؟ لانه اكو بعض الناس هو صنم ويعبد لصنم، لما تيجي ليه تشتمه، هذا بطبيعه الحال راح يشتمك يقابلك بالمثل. هذا لا، اذا شتمته راح يشتمك ويقابلك بالمثل. في مثل هالحالة القرآن الكريم لما يقول لنا أعمالنا ولكم أعمال، يقول لذولا لا تخلوهم، تسببوا لهم طريق، تطوهم وثيقة حتى يشتموكم. إذا تشتم إلهه راح يشتم إلهك. هو إله خشب صنم لا يضر ولا ينفع، لكن هذا يشتم إلهك، يشتم ربك، يشتم الله عز وجل. فإذا الله نهانا حتى عن شتم آلهة المشركين. آلهة المشركين قال لا تشتموهم. فاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله قال كيف بكم إذا شب الرجل أباه. تعرف مجتمع النبي مجتمع طاهر شفاف، نجوا من الكلمة. قالوا له يا رسول الله أكو واحد يشتم أبوه، المفروض مسلم يشتم أباه؟ قالوا نعم، بس مو بصورة مباشرة. قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال يشوف لو واحد يشتم أبوه، ذاك هم يشتم أبوه. هذا تنبالي زين، يشتم له أبو واحد، ذاك يقابله بالمثل. ماكو داعي يتعمد الشتم. لا تحملوا على أن يشتمكم. إذا اشتمتوا أبوه راح يشتم أبوكم، كذلك إذا اشتمتوا دينه راح يشتم دينكم. وهي المشكلة، يريد لها واحد يكون عنده وعي، يكون يفتهم، يقول هذا لما يريد يكتب ويحط له قلم ويحاول ينقد الناس، عنده علم، عنده معرفة، عنده وعي. هي الدنيا ما تقوم على فكر البعران، تقوم على فكر واعي. مو الشكل يا أخي، أنا لما أشتم نتأمل، واحد لما يريد يشتم يكون يأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشتم يؤدي نتيجة. يو بالعكس، هاي نقطة. النقطة الأخرى، كنا نعرف إحنا عبر التاريخ وعبر الرسالات أن العقيدة إذا تعرضت للشتم رسخت أكثر وأكثر. أشبه شيء، هذا واحد من قادة الإلحاد يقول هذا الدين مثل البسمار، كلما تدق عليه أكثر يدخل بالحائط أكثر. هذا كذلك نفس الشيء، العقائد الشتم ما يزلزلها، الفكر هو الذي يصارع الفكر، العقيدة هي التي تصارع العقيدة. القرآن الكريم يريد الطريق الأمثل،
يقول لنا أعمالنا، إحنا عندنا ديننا مثل ما إحنا محترمين دينكم ما نشتمه، مثل ما إحنا محترمين دينكم لا نشتمه. أنتوا لا تشتمون دين الآخرين، أنا أحترم عقيدتك، تحترم أيضا عقيدتي، وهاي أسس التعايش. التعايش الحضاري يقوم على أسس من هذا النوع، على أسس سليمة. احترم الآخرين يحترمك الآخرون، هذا هو نفسه، هذا الأسلوب اللي يريد القرآن الكريم يحاول أن يربيه في نفس الفرد المسلم، يربيه نعم في نفس الفرد المسلم. وخصوصا أكو نقطة شوية بعد، يعني مثلا أنا لما أنقذ لي واحد، يكون هذا الشيء اللي أنقذه به هو ما موجود عندي، مو الشكل، إذا هو موجود عندي ليش أنقذه أنا به؟ مثلا أنا لما يعني لما أجي الواحد، أفرض أنا عندي حدبة، أجي الواحد أقول له تعال ليش عندك حدبة؟ يقول لي ما عندك حدبة، نفس الشيء، جات ليش ما تنقذ روحك؟ بس تنقذني أنا، مو أنت إذا أكو ثغرات، بالفكر، إذا أكو ثغرات، يعني مش شو، خلي أقرب لك المعنى، شفت فد واحد من الكتاب يحمل حملة شديدة، وين علينا يقول هذول أناس عندهم نمط من الغلو بأئمتهم لا حدود له. شلون؟ يقول دول يقولون على ابن أبي طالب كان يم رسول الله لما نزل عليه الوحي بغار حراء وسمع الوحي، هذا غلو، اشتعوى، ما حد يسمع الوحي غير النبي. جن يقول له زين، وانت تقول، انت شوف عندك اذا اللي عندكم تفسير الرازي، تفسير القرطبي، عند قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، يقول أن النبي وصل إلى هذا المكان أصابة وحشة، بالأثناء سمع صوت الخليفة أبي بكر يقول فراحت الوحشة عنه يمه، ها ما ينفع، أنا هاي منقبة تريد تجعلها للخليفة ما عندي مانع، ما أنا واحد من صحابة رسول الله إلى منقبة، لكن ليش عندك حلال وعندي حرام؟ إذا الشكل زين، ليش هاي ما يخالف بالنسبة إلى أفرض واحد من الصحابة، لكن إلى الصحابي الثاني لا والله هذه يعني منافية، وهذا الغلط، هذا التفكير المعوج. المهم أن الإنسان لما ينقد لواحد بشيء يكون ما عنده نفس الشيء اللي ينقد به. إذن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لنا ديننا، إن عقيدتنا وإلكم عقيدتكم، إحنا إذا أردنا التعايش الحضاري أن أحترم عقيدتك وتحترم عقيدتي، ثم هذه أمور ما تطرح بين العوام. أرجوك هذا الكاسب اللي يقعد من الصباح يطارد يروح إلى السوق بحر وبرد يريد يوفر رغيف إلى عائلته، هذا وين القضايا الفكرية، وأنا أجي أحمل مشاكلنا أو أحمل آراءنا ونظرياتنا، هاي خليها مطروحة بين العلماء، العلماء أنفسهم تتقارع أفكارهم، تتصادم آراءهم. ولذلك شوف القاعدة اللي يعطينا إياها القرآن، يعطينا القرآن قاعدة مرنة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرجوك هذا إدراكه، هل قد أنا أحاسبه بموجب إدراكه؟ أنا أخو ما أجي لي أكلف، يعني الشيء اللي يكلف به العلماء أكلف به الجهال؟ طبعا لا. إذن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إن عقيدتنا وإلكم عقيدتكم، هاي اثنين. الرأي الثالث، لا، أن معنى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لنا أخلاقنا ولكم أخلاقكم، يعني كل واحد يعمل بموجب خلقه، كل واحد يعمل. شوي خلي أقرب لك المعنى، أقرب لك المعنى شلون، يعني مثلا عبيد الله ابن زياد، عبيد الله ابن زياد قالوا له نزل الحسين بكرب الطاف، قال والحسين يقول ان انتم عندكم خيارات،
انتوا اذا صار البناء مصممين على القتال عندكم خيارات. انتوا مفترضين اني انا طالع مو الا اطلع للقتال، انا اذهب في ارض الله العريضة الاريضة، هذا خيار اخر. ايش جاوب؟ قال الان اذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. احنا الان شلبنا به بعد نهده؟ لا ما نهده. شوف الخلق، ها شوف المعدن، وشوف معدن علي ابن ابي طالب. يطبون علي يا جماعه بواقعه صفين، يقولوا له الله كفاك مؤنة القتال، الفرات الان تحت ايدينا والجيش كله على الفرات والحر الان يميت الانسان، الحر يموت للانسان. قعدوا الطفل هاي، تشوفوا لكم طفل قعدوا، الحر يميت الانسان. نعم، فخليه دول لا تعطيهم ماي، ما يحتاج تقتلهم بسيف، اتركهم يقتلهم العطش. يلتفت الامام سلام الله عليه الى مالك الاشتر يقول له افسح لهم عن صدر الفرات، اعطيهم مجال خلي يطبون للفرات. قال له سيدي امس دول ارادوا يقتلون عطش. قال له انا لا افعل كما يفعل هؤلاء. نعم لي هاي اخلاق، مساله خلق، هذا الى خلق وهذا الى خلق، هذا الى توجيه. ناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إحنا لنا أخلاقنا ولكم أخلاقكم أنتو، يعني أنتو اشتدون تقول تصير شتام، صير شتام، لكن أنا ما أصير شتام، أنا ما أصير بذيء أبدا. هذا الرأي، هذا الرأي الثالث في هذا المقطع. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. زين شنو معنى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين؟ طبعا معنى السلام يعني ترك الحراب، يعني إحنا لا نقاتلكم من أجل شبابكم، هذا الشباب اللي عندكم وهذا الموقف لا نقاتلكم من أجله أبدا. سلام عليكم، وهذا أسلوب القرآن، أسلوب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هسه قد يقول لي واحد زين هذا الأسلوب لو تمادى اشتد هذا الأسلوب وانتهى الأمر إلى تعدي لا حدود له، لا ذاك الوقت يصبح شيء آخر بعد، يصبح يصل الأمر إلى درجة الدفاع عن النفس. ويقول هذا الشاعر الفند الزماني يقول ولما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا وبالشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وبعض الحلم عند الشر للذلة إذعان. إذن الآية الكريمة جاءت لتحدد مرتبة من مراتب الخلق، آخر مقطع منها تقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني أن مواقفنا سوف لا تنتهي معكم إلى المجالدة من أجل شماع الكلمة النابية. لا نبتغي الجاهلين يعني نترفع عما يقوم به الجهلاء من بعض الممارسات، وهذا اللي حدث بالفعل. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قابل جهل قومه أبدا، يعني في أداء الرسالة ما قابل الجهل بالمثل، بالعكس بالعكس. هو هذا كان شعار الجاهلية، الجاهلية إذا واحد قابلهم بجهل يقابلوا بأربع أضعاف. موسى يقول شاعرهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الإسلام لا مو هذا الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهم ماذا تروني صانعا بكم؟ يقولوا لا والله أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو شفت مثل طفلين، شوف الفرق، شوف العناصر. طفلين إلى عبيد الله ابن العباس، دخل بشر ابن أرطاة مندوب معاوية، طب إلى اليمن،
عبيد الله بن عباس هرب، راح طلع عافي المدينة وطلع. والحقيقة ذولا سببوا مشكلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذولا أولاد العباس بن عبد المطلب، والموضوع شوية شائك، واحد ما يقدر يتناوله بصورة مفصلة. على العموم، وإلا هذا الرجل خلق له أكثر من مشكلة، هذا عبيد الله بن عباس، يعني كأنه يعني موقفه مع الإمام الحسن أيضا لا تنسى، التحق بمعاوية من الصبح وداله بالليل معاوية 100,000 درهم، ووعد بأن يوليه ولاية، ترك الكتيبة والتحق، تركها للكتيبة والتحق. المهم الناحية الأولى عذروا بها، قالوا هذا إجا جيش لا قبل له به وما قدر يقابله وطلع. جه من طلع أولاده عند قثم وعبد الرحمن، إجا أولاده وين؟ في بيت من البيوت، هذا البيت اللي لادوا به، بدل أن يحميهم عرضهم إلمن، عرضهم إلى القتل. إجا بشر بن أرطات ذبحهما على درج صنعاء، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، شوف الفرق. في حين أقطاب قريش، لما دخل النبي إلى مكة أقطاب قريش كانوا تحت يده وبيوشع أن ينتقم منهم أبشع انتقام، أبدا ما سوالهم شيء. أمر أصحابه قال لا تتبعوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح، لا تهيجوا النساء بأذى، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كل هذني انطاهم يعني رفع لهم الشارة الخضراء، وأبدا عفى عنهم وجمعهم بما كل ما في الأمر، بكتهم وبخهم ببضعة كلمات، هذا كل ما صنعه. وليش خلي عنك هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مواقف من هالنوع مع ألد أعدائه؟ كانت قمة في العفو والصفح. في نفس الوقت الإمام الحسن سلام الله عليه يعرف من هو مروان، ومع ذلك يوقف لمروان بمدخل المسجد ويقول له أريد تتنازل لي عن هذا وتتنازل لي عن هذه البغلة وعما عليها وعن وعن، والإمام قابل بكل خلق وبكل شمو، ولا نروح بعيد، واقعة الطف نفسها، نفس الواقعة. ألف فارش، ألف فارش يتلقاهم الحسين مع الحر، يلتفت إلى أصحابه يقولهم املأوا القصاع والطشاش، أشقوا القوم، أشقوا الخيل، رشفوها ترشيف. ويبدأ هو بيده يجي إلى علي بن الطعان المحاربي يشقي بيد الماء، يفتح للركوة ويشقيه بيده. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هذا علي بن الطعان المحاربي اللي شقاه الحسين بيده، وكل إناء بالذي فيه ينضح، شقط الحسين على وجه الأرض، هذا شايل حجارة بكمه يقذف الحسين بالحجارة، والحسين مسجن على التراب، وقد أخذ العطش منه مأخذا عظيما. شنو يقولون مؤرخ الطب؟ يقولون لأثر العطش بمواضع متعددة من الحسين. أولا أثر في عينيه إلى أن حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، وأثر في لسانه. يقول للعلي الأكبر، علي أكبر يقول لما وضعت فمي في عند فمي أبي وجدت لسانه كالخشبة اليابسة. أثر بعد وين؟ في هالجارحة الخفية في قلبه. قال أما والله لقد تفتت قلبي من الظمأ. ولذلك تلقى شعراء الطائف إلهم حساب مع الفرات، دائما كانوا يعاتبوه، عتابهم كله متوجه المن للفرات. واحد يقول له بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو، فماؤك لا هنيء ولا مري، أيسوغ لي منك الورود، وعنك قد صدر الإمام شليل شاق الكوثري. كل واحد يوجه له لون من العتاب،
الإمام زين العابدين أيضا وجه عتاب إلى الفرات عندما مر عليه، وقف طويلا وهو ينظر إلى الفرات، قال إلى الآن إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا، إلى الآن تجري يا فرات، وقد سقط آل رسول الله إلى جانبي. هل معنى هذا اللي حمل دعب الابن علي في تائيته وين توجه به؟ توجه به إلى فاطمة الزهرة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا أن بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير وامدبي نجوم السماواتي بأرض فلاتي خويا ما بعين دمع وشجيك هب نفسي ابو السجادة داويك يا نور مرت بيك أنا جيت من وسط الخيام ليك طلعت متني وقمت راويك. وهذا أخذ العطش أثر مو بس من الحسين، الحسين حمول، الحسين يتحمل يمكن المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير، لكن الطفل أبو 6 أشهر يقولهم الحسين والله لقد جف ثدي أمه من اللبن، إن خفتم أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم واشقوه جرعة من الماء. كان الجواب أن رموا بسام ذبحه من الوريد إلى الوريد، ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله الفرقد مخضبا من بيض أوداجي البشه. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم.
ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.